بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم هو التمثيل بالنقاط للصف الرابع الابتدائي، وسيقدمه محدثكم الأستاذ عبد العزيز آل معدي. نبدأ درسنا بسم الله الرحمن الرحيم. سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أمثل البيانات بالنقاط، وهذه الصورة تمثل لنا طريقة الدرس. لنبدأ بهذا التمهيد. زار عبد الله ووالده إحدى المحميات الطبيعية وقضيا فيها أسبوعا، وقد مثل عبد الله عدد الغزلان التي كان يشاهدها كل يوم في لوحة الإشارات الآتية. لاحظ هنا مثل، هذه هي العملية التي سوف نتعلمها. وكما درسنا سابقا أن هناك طريقة لتمثيل البيانات باستخدام لوحة الإشارات، فكان عبد الله يؤشر مقابل كل يوم بعدد الغزلان التي رآها. فيوم السبت شاهد عبد الله غزالين، ويوم الأحد شاهد 5 غزلان، ويوم الاثنين شاهد 4 غزلان، ويوم الثلاثاء شاهد غزالين، ويوم الأربعاء شاهد 4 غزلان، ويوم الخميس شاهد 7 غزلان، ويوم الجمعة شاهد غزالين. هذا ما تعلمناه في الدرس السابق. الآن نريد أن نعرف كيف يمكن تمثيلها بالنقاط. لتمثيل البيانات بالنقاط نقوم أولا برسم خط الأعداد، ثم نضع X فوق نقاط خط الأعداد لإظهار كل واحدة من البيانات، ثم أكتب عنوانا للتمثيل. لنشاهد هذا المثال. عندنا هذا خط الأعداد وينتهي عند 8. الآن هل يوجد يوم لم يشاهد عبد الله فيه غزلان؟ الجواب لا، جميع الأيام شاهد فيها غزلان. إذا لا يوجد يوم شاهد فيه 0 غزلان. نأتي إلى الواحد، هل يوجد يوم شاهد عبد الله فيه غزالا واحدا فقط؟ نشاهد لوحة الإشارات، الجواب لا. إذا لا نضع نقطة أو لا نمثل بالنقاط عند العدد 1. نذهب إلى العدد 2، هل يوجد يوم شاهد عبد الله فيه غزالين؟ الجواب نعم، يوجد أكثر من يوم في الحقيقة، يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الجمعة. كم يوم؟ 3 أيام. إذا نضع 3 نقاط تمثيلية. جميل جدا. نأتي للعدد 3، هل يوجد يوم شاهد فيه عبد الله 3 غزلان؟ الجواب لا. ننتقل إلى العدد 4، هل يوجد يوم شاهد فيه عبد الله 4 غزلان؟ الجواب نعم، يوجد يوم الاثنين ويوم الأربعاء. كم يوم؟ 2. إذا نمثل بنقطتين. نأتي إلى العدد 5 على خط الأعداد، هل يوجد يوم شاهد فيه عبد الله 5 غزلان؟ الجواب نعم، يوم واحد وهو يوم الأحد. إذا نضع نقطة واحدة. هل يوجد يوم شاهد فيه عبد الله 6 غزلان؟ الجواب لا، لا يوجد، نتركه بدون أن نضيف نقطة. نأتي إلى العدد 7، هل يوجد يوم شاهد فيه عبد الله 7 غزلان؟ الجواب نعم يوجد، وهو يوم الخميس. إذا نضع إشارة واحدة. لاحظ أننا بدأنا من 0 وانتهينا عند 8، لأن أصغر عدد هنا 2، فنبدأ من 0 لقربها من 2 ونقف عند أكبر عدد، أو نزيد بعد عدد أو عددان إذا أتينا نرسم خط الأعداد. لاحظ أكبر عدد عندنا 7، ورسمنا خط الأعداد إلى 8. بهذه الطريقة نمثل بالنقاط. الآن أصبحنا مستعدين لنبدأ حل أول مثال لدينا لهذا اليوم. في اختبار قصير كانت النتائج كما في الشكل المجاور، كما تشاهدون في هذا الشكل مثلت الأستاذة النتائج التي حصل عليها الطالبات في خط أعداد باستخدام طريقة التمثيل بالنقاط. السؤال المطروح، ما الدرجة التي حصل عليها أكبر عدد من الطالبات؟ نلاحظ أن أكبر درجة حصل عليها عدد من الطالبات هي الدرجة 9. 1 2 3 4 5، 5 طالبات حصلنا على 9 درجات. إذن الدرجة 9 هي الدرجة التي حصلنا عليها أكبر عدد من الطالبات. التساؤل الثاني،
ما الدرجة التي حصل عليها أقل عدد منهن؟ أقل عدد من الطالبات حصل على 6، إذن الأكثر 9 والأقل 6. الآن ننتقل إلى التدريب. يوضح التمثيل المجاور المصروف اليومي لعدد من الطلاب. المصروف اليومي 5 ريالات يحصل عليه 3 طلاب، 6 ريالات يحصل عليه 4 طلاب، 7 ريالات طالبين، 8 ريالات طالب واحد، 9 ريالات لا يوجد طالب، مصروف اليومي 9 ريالات، 10 ريالات يوجد طالبين يحصلان على 10 ريالات. السؤال: ما المصروف اليومي الذي يحصل عليه أكثر عدد من الطلاب؟ نلاحظ الشكل، 6 ريالات هو المبلغ الذي يحصل عليه أكبر عدد من الطلاب وهم 4 طلاب. ننتقل الآن إلى مثال آخر. أمثل بالنقاط البيانات المسجلة في الجدول. نلاحظ هذا الجدول عندنا أعداد 10 و 11 و 12. لاحظ أنه تم شطب هذه الأعداد. لماذا؟ كلما مثلنا نقطة نشطب العدد لكي لا نرتبك في الشطب أو نعد عدد مرتين أو ننسى أن نعد عدد معين. فنبدأ بالعشرة. عندنا في هذا الجدول 10 ونقوم بشطبها 2 3 4. إذن نمثل ب4 نقاط عند العدد 10. نأتي للعدد 11، 1 2 3 4 5 6 7. يوجد 7 طلاب أعمارهم 11 سنة تقريبا. نبحث الآن عن العدد التالي وهو 12 1. إذن يوجد لدينا طالب واحد فقط عمره 12 سنة تقريبا. جميل جدا، أحسنتم. هيا لنتدرب على هذا المثال. مثل بالنقاط البيانات المسجلة في الجدول. الاسم حصة، عدد الساعات 3، أما نوف فتذاكر ساعة واحدة، ومها تذاكر ساعتين، وخديجة تذاكر 3 ساعات. الآن نمثل لكل منهن بنقاط. نبدأ بحصة كما تشاهدون 3 ساعات، نضع 3 نقاط. نوف ساعة واحدة، نضع نقطة واحدة. مها ساعتان، نضع عند اسمها نقطتان. وأخيرا خديجة 3 ساعات، نضع عند اسمها 3 نقاط. وبهذه الطريقة عرفنا كيف نمثل البيانات على خط الأعداد. في ختام هذا الدرس نتناول التقويم بشكل سريع. يوضح التمثيل أدناه الزمن الذي يقضيه الطلاب في حل الواجبات بالدقائق. نلاحظ هنا السؤال: ما الزمن الذي يقضيه أكبر عدد منهم في حل الواجبات؟ نشاهد خط الأعداد، يوجد لدينا 10 واحد إشارة نقطة واحدة فقط، 15 نقطتان، 18 نقطة واحدة، 20 3 نقاط. الجواب هو 20 دقيقة. الزمن الذي يقضيه أكبر عدد منهم في حل الواجبات 20 دقيقة. بهذه الطريقة استطعنا أن نستخرج البيانات من خط الأعداد الذي عليه تمثيل بالنقاط. أحسنتم جميعا. كما تلاحظون النقاط تمثل بإشارة X صغيرة، ويقصد بها بإشارة X هذه نقطة وليس X، ولكن نضع X لكي تتضح النقطة. وهذا الأسلوب إن شاء الله سوف نستفيد منه في تعلم الرياضيات في المستقبل وفي المهارات الحياتية. تعلمنا اليوم التمثيل بالنقاط، وعرفنا أن للتمثيل بالنقاط خطوتين. الخطوة الأولى أرسم خط الأعداد. الخطوة الثانية أضع إشارة X فوق نقاط خط الأعداد لإظهار كل واحدة من البيانات، ثم أكتب عنوانا للتمثيل، وهذا مهم. إذن الخطوة الأولى أرسم خط الأعداد، الخطوة الثانية نضع X فوق نقاط خط الأعداد. لماذا نضع X؟ لإظهار كل واحدة من البيانات، ثم أكتب عنوانا للتمثيل. كتابتي للعنوان توضح ماذا يراد بهذا التمثيل. في الختام نشكركم على حسن الاستماع، ونتمنى لكم التفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.